السلام عليكم. اليوم نبدأ في تشابتر 14. تشابتر 14 موضوع زي ما انتم شايفين راح يكون عن سبر والهيكل جيرز. زي ما حكيت قبل هيك فعليا احنا عندنا هنا في 3 تشابترز تحكي عن الجيرز في الكتاب تبعنا. اول واحد كان تشابتر 13، حكينا عن الفاندمنتالز، تيرمينولوجي، الانواع والفورس اناليسيس. في عنا اليوم تشابتر 14 بحكي عن الديزاين والاناليسيس، يعني نحكي هون عن ستريس اناليسيس تبعت سبار جيرز وكيف بناء على ستريسز هذه ممكن نساوي الديزاين تبع سبار والهيكل جيرز. وفي عنا تشابتر 15 بحكي عن اخر نوعين اللي هم البيفل والورم جيرز. طيب بالنسبه لسبار والهيكل جيرز فعليا غطيهم في تشابتر واحد عشان الاناليسيس تبعتهم متشابهه بشكل كبير، وفعليا في عنا ستاندرد واحد اللي راح نستخدمه فعليا هو ابليكابل لنوعين من الجيرز. الستاندرد راح نستخدمه هنا اللي هو الاجما ستاندرد اللي هو امريكان جير مانيفاكتشرز اسوسيشن. طيب قبل ما نبدا نحكي في التفاصيل تبعتنا بدنا نكون متخيلين في البدايه شو طبيعه الفيلير اللي ممكن نتخيل انه يصير في الجيرز. فعليا في الجيرز في عنا احتمالين للفيلير. احتمال الاول اللي هو الفيلير نتيجة البندنج تبع التيث، فمثلا لو طلعنا على الرسمة اللي موجودة عندنا هون، هاي في عنا جير توث، بصير عنا كونتاكت مع جير توث المقابل، فبالمحصلة في عنا فورس تضغط على السطح تبعه. فعليا هذا التوث لو جينا نتخيله فعليا بيشبه الكونفيجريشن تبع الكانتيليفر بيم. ففعليا احد احتمالات الفيلير انه يصير عنا فيلير في هالمنطقة عند الروت نتيجة البندنج ستريس. هسا بدنا ننتبه هنا لشغله مهمه جدا، انه يعني دائما الاناليسيس تبعت الجيرز احنا هون نحكيش على ستاتيك لودنج، احنا بنحكي على فتيج لودنج. دائما بتتكرر السايكلز، يعني ففعليا فيلير تبع التيف فعليا مش فيلير نتيجه ستاتيك لود، هو فعليا فيلير نتيجه دايناميك او فتيج لود، عشان مع كل مره بتتكرر عمليه المشنج بيجي توث ان كونتاكت مع توث ثاني بتعرض للودنج سايكل. طيب فإذا أول نوع أو أول احتمال من احتمالات الفيلير اللي هو فيلير نتيجة البندنج، وكمان مرة وين ممكن يصير؟ ممكن يصير في هاي المنطقة اللي هي عند الروت تبع التوث، عشان هاي المنطقة اللي بيكون فيها أكبر قيمة للبندنج ستريس بيظل يتكرر على شكل فتيك سايكلز، بالمحصلة ممكن ينكسر التوث. طيب هذا هو احتمال للفيلير. احتمال الثاني اللي هو مسميه بيتنج فيلير أو ممكن نسميه وير نتيجة الكونتاكت، ريبيتد كونتاكت ستريس، بصير عنا repeated cycles of contact stress على السطح. وزي ما حكينا قبل هيك لما تتكرر هذه السايكلز تبعت contact stress على السطح ببلش يصير عنا نوع من الفيلير اللي هو مسميه pitting failure، ببلش small flakes يتقشروا من السطح فبصير السطح يتآكل نوعا ما. طيب هذول هم احتمالين failure اللي عنا اللي هو bending failure والpitting أو wear failure، هذول اللي راح نحكي عنهم. طيب أول شيء بدنا نحكي عن البندنج. طيب قبل ما نشوف الإكويشن راح نستخدمها هنا عشان نتأكد من مسألة هل راح يصير عندنا بندنج فيلير ولا لا، بدنا نحكي عن اللويس بندنج إكويشن. هذه إكويشن هي إكويشن مبسطة، فعليا كانت هي الأصل أو الأساس للأجما إكويشنز اللي راح نستخدمهم هنا في هذا الشابتر. طيب ببساطة زي ما أنتم شايفين التوث ممكن نشبهه كأنه كانتيليفر بيم، تتعرض لفورس بينتج عنها بيندنج مومنت. طبيعي الفورس ما بتكونش تأثر هنا على التب، بس طبيعي احنا ماخذينها هنا يعني اكستريم كيس ان كانت تأثر على التب، فعليا ممكن تكون تأثر على نقطة هنا عند السيرفس، بس عشان الاناليسيس موجهين كانها تأثر على التب. ومفترض شكل سايد بروفايل تبع هذا التوث كانه خطين زي هيك على شكل مثلث. طيب الفورس زي ما حكينا بتكون بهذا الاتجاه، الزاوية اللي هنا اللي هي بريشر انجل تنقسم الى تو كومبوننتس، واحده في الريليا دايركشن واحده في الترانسفيرس دايركشن، فعليا هذه اللي راح ينتج عنها بندنج ستريس. طيب فاللويس بندنج اكويشن ببساطه بتشبه الجير توث كانه كانتيليفر بيم، وبتستخدم البيسك اكويشن اللي نحسب من خلالها البندنج ستريس اللي هي سيجما تساوي ام واي اوفر اي. من خلال هذه الاكويشن بتساوي عليها شويه موديفيكيشن، نستخدم ترمينولوجي مختلفه عشان تكون متناسبه مع الجيرز، ونوصل لهذه الاكويشن اللي هي لويس بندنج ستريس اكويشن. هاي تعطينا قيمه الماكسيمم بندنج ستريس اللي موجود هنا عند الروت اوف ذا توث. طيب التيرمز اللي موجوده في الاكويشن دبليو تي اللي هي ترانسميتد لود، هذه الكومبوننت من الفورس،
B اللي هو diameter pitch, وزي ما حكينا diameter pitch فعليا بيعبر لنا عن السايز تبع التوث بشكل عام. في عنا تحت في المقام F, F اللي هو الفيس ويدث, فيعني من خلال الفيس ويدث و diameter pitch هيك احنا بنعبر عن السايز او الكروس سكشن تبع التوث بشكل كامل. غير هيك بدخل عنا شيء بنسميه لويس فورم فاكتور, هذا بيعتمد على عدد الاسنان اللي موجوده عنا. هسه راح نروح نطلع عليه من خلال التيبل عنا بالكتاب اللي هو تيبل 14.2. طيب غير هيك في عنا هون تيرم اضافي كي بي, كي بي عباره عن كوركشن فاكتور نسميها دايناميك افكتس او دايناميك ايفنتس كوركشن فاكتور, راح نحكي عنها بتوسع اكثر بعدين. طيب مبدئيا خلينا نطلع على لويس فورم فاكتور من تيبل 14.2 زي ما حكينا, وقيمه هذا لويس فورم فاكتور بيعتمد على عدد الاسنان تبع الجير. فهي مثلا على سبيل المثال بحسب عدد اسنان الجير او البينيون, لاحظ احنا هون يعني اي شيء بدنا نسوي له اناليسيس على الاقل بير, بير بيكون عباره عن تو ممبرز جير وبينيون, ففعليا بدنا نحسب ستريس في الجير وبرضه بدنا نحسب ستريس في البينيون. طيب اذا لما بدنا نحسب في اي واحد بناخذ النمبر اوف تيث تبعته, في عندنا هون 12 ل 26 وبكمل لحد 400, وهي قيمه واي اللي هو لويس فورم فاكتور. زي ما انتم شايفين كل ما زاد عدد الاسنان بتزيد قيمه لويس فورم فاكتور. طيب اذا هاي اول ايكويشن اللي هي بنستخدمها عشان نحسب قيمه الماكسيمم بندنج ستريس اللي موجود عند الروت. زي ما حكينا احنا هون مش راح نستخدم هاي الايكويشن, راح نستخدم يعني ايكويشن مور ادفانسد اللي هي الاجما ايكويشن, بس فعليا الاصل تبع الاجما ايكويشن اجى من خلال ايكويشن مبسطه زي اللويس ايكويشن اللي شفناها. طيب الاحتمال الثاني للفيلير زي ما حكينا اللي هو بسبب الوير التاكل اللي هو نسميه بيتنج. طيب هسه عشان نحسب ستريسز اللي ناتجه هون, لاحظ هون في عندنا كونتاكت ستريس, فبدنا نحسب قيمه الكونتاكت ستريس اللي موجوده هنا. عشان نحسب قيمه الكونتاكت ستريس اللي موجوده عندنا فعليا اذا بتتذكر في الشابتر 3 مر علينا ايكويشن ممكن نستخدمها عشان نحسب قيمه الكونتاكت ستريس ل تو سفيرز ان كونتاكت او ل تو سلندرز ان كونتاكت, هذه اللي هي اسمها هيرز ايكويشن. طيب التوث تبعت الجير فعليا اقرب شيء نشبهها هي عباره عن سلندرز, ففعليا التوث لما تساوي مشين مع بعضها بتكون تتحرك بهذا الشكل, وهي فعليا عباره عن سلندريكال سيرفيس. هسه فعليا الراديوس تبعه مش ثابت متغير, احنا حكينا انه شكل البروفايل تبع الجير توث عباره عن انفولوت بروفايل, انفولوت بروفايل الراديوس تبعه متغير, بس يعني بالمحصله هو سلندريكال سيرفيس. فممكن نستخدم الايكويشن تبعت هيرتز ل تو سلندرز ان كونتاكت. طيب ناخذ الايكويشن هاي من شابتر 3 بنعدلها عشان نستخدم الترمينولوجي تبع الجيرز, وبتصير عندنا هذه الايكويشن تعطينا قيمه الكونتاكت ستريس. طبيعي اشاره النيجاتيف عشان هون نحكي على الكونتاكت ستريس دائما نيجاتيف. طيب التيرمز اللي موجوده في هذا الايكويشن, اول شيء خلينا ننتبه له هون R1 و R2 بنسميهم انستنتينيوس راديوس اوف كيرفتشر. طيب زي ما حكينا الراديوس بما انه انفولوت بروفايل ما بيكونش ثابت بيكون متغير, فاحنا هون بنستخدم نتعامل مع انستنتينيوس راديوس, وفعليا بهمنا ذا موست كريتيكال كيس انه لما يكونوا هذول الثنتين اصغر ما يمكن عشان ستريس يكون عندنا عالي. طيب غير هيك بقيه التيرمز اللي موجوده في الايكويشن, في عندنا سي بي اي, سي بي اي ايش بنسميه اجما الاستيك كوفيشنت, وقيمته بتنحسب بالشكل التالي. اذا نطلع على التيرمز اللي موجوده داخل سي بي هي عباره عن الاستيك كونستنتس تبعت الجير ماتيريال تبع البينيوم ماتيريال. فمثلا بالنسبه للبينيوم عندنا يانز ماجلس البينيوم وبواسونز ريشيو للبينيوم, بالنسبه للجير عندنا يانز ماجلس الجير بواسونز ريشيو للجير. طيب هذول دمجوهم مع بعض وسموا التيرم كامل سي بي اللي هي عباره عن الاستيك كونستنتس اللي تدخل في الهيرس ايكويشن. طيب التيرمز اللي موجوده هنا كي في اللي هو ديناميك ايفنتس فاكتور راح نحكي عنه اكثر بعد هيك, دبليو تي اللي هو ترانسميتد لود, ولاحظ هون مقسمين ترانسميتد لود على كوساين الزاويه فاي. فعليا لما نقسم ترانسميتد لود على كوساين البريشر انجل فعليا بيعطينا قيمه الفورس العموديه, فاحنا هون فعليا مهتمين بالفورس اللي بتضغط على السطح, فهذه قيمتها راح تكون ترانسميتد لود على كوساين الزاويه, اف اللي هو الفيس ويدث, ولاحظ هذا كله اندر سكوير روت للسلندرز بيكون اندر سكوير روت, لسبيرز ان كونتاكت بيكون الجذر الثالث.
طيب فهذه equation اللي هي عبارة عن Hertz contact stress equation بس يعني استخدمنا terminology تبعت الجيرز هي برضو الأصل للأجما equation اللي راح نستخدمها هسه ونشوفها نحسب من خلالها contact stress. طيب بعد ما تعرفنا على هذولا simplified equations اللي من خلالهم وصلوا للأجما equations خلينا نبلش نطلع على الأجما equations كمان مرة. أجما اللي هي American Gear Manufacturers Association راح نستخدم الديزاين كود تبعهم هنا عساس نساوي analysis أو design للجيرز النوعين اللي بنغطيهم في هذا الشابتر زي ما حكينا اللي هو Spur والهيليكال جيرز. طيب هسا الأجما equations فعليا في عندنا مجموعتين من equations. أول شيء راح نحكي عن stress equations وبعد هيك راح نحكي عن strength equation. يعني لاحظ الهدف دائما انه بنتأكد من safety مثلا نحسب factor of safety. Factor of safety دائما نعرفه انه strength اللي هو يعني عبارة عن material property نقسمها على stress. طيب إذن أول شيء راح نطلع هسا على stress equations وبعد هيك راح نطلع على strength equations. طيب أول شيء بالنسبة لها stress equation لاحظ انه حكينا في عنا نوعين من failure ممكن يصيروا أو احتمالين للفيلير. Failure نتيجة البندنج و failure نتيجة الكونتاكت اللي هو برضو ممكن نسميه pitting resistance. طيب إذا لهذا السبب راح يكون في عنا two equations للstress. واحدة تعطينا البندنج stress والثانية تعطينا pitting resistance stress أو اللي هو برضو الكونتاكت stress. هل نطلع على equation أولانية اللي هي البندنج stress equation. طيب سيجما اللي هو البندنج ستريس بيساوي اما هذه التيرمز اللي هنا او هنا هذه بتعتمد على حسب شو السيستم اوف يونتس اللي بدك تستخدمه. اذا بدك تستخدم اليو اس يونتس هذه هي الايكويشن تبعنا. اذا بدنا نستخدم الاس اي يونتس هذه هي الايكويشن تبعنا. لاحظ انه يعني فعليا في شبه كثير في التيرمز بس في بعض التيرمز تسمياتها مختلفه زي ما احنا شايفين هنا بالنسبه لهذا التيرم برضه بالنسبه للفيس ويدث برضو في الـ US system نستخدم diameter pitch بينما في الـ ISO system أو الـ SI units نستخدم بدله الـ metric module. طيب احنا هنا فعليا راح يكون تركيزنا على الـ US units. في هذا الشابتر راح نستخدم الـ US units. السبب ببساطة بما انه نستخدم الـ AGMA standard راح يكون اسهل لنا نتعامل مع الـ US system units. طيب التيرمز اللي موجودة عندنا في الإكويشن راح نتعرف عليها في البداية بشكل سريع وبعد هيك راح نحكي عن كل واحد من التيرمز بالتفصيل. طيب WT اللي هي طبيعي Transmitted Load اللي هي Horizontal Component of the Force عارفينها. طيب بعد هيك هذول معظمهم عبارة عن Correction Factors. طيب بلش نطلع على Correction Factors اللي عندنا KO ايش نسميه Overload Correction Factor راح نحكي عنه بالتفصيل كمان شوي. KV Dynamic Events Correction Factor أو Dynamic Effects Correction Factor. طيب KS Size Correction Factor. KM اللي هو بنسميه Load Sharing Correction Factor راح نفهمه كمان شوي. KB Rim Thickness Correction Factor. طيب غير هيك في عنا PD اللي هو قيمة Diameter Pitch إذا بنحكي على Spur Gear أو Transverse Diameter Pitch إذا بنحكي على Helical Gears. لاحظوا من Helical Gears في عنا اتجاهين ممكن نطلع عليهم Normal Direction و Transverse Direction. طيب فإذا هذا زي ما حكينا Diameter Pitch بالنسبة ل Spur Gears أو Transverse Diameter Pitch بالنسبة ل Helical Gears. F بطبيعة الحال اللي هو Face Width و J عبارة عن Geometry Factor اللي هو الجيومتري فاكتور تبع البندنج ستريس برضو راح نتعرف عليه بالتفصيل كمان شوي. طيب الايكويشن الثانيه اللي هي الكونتاكت ستريس ايكويشن او بيسموها هنا بيتنج ريزيستنس ايكويشن. طيب سيجما سي اللي هي قيمه الكونتاكت ستريس كمان مره هذا اذا بدنا نستخدم اليو اس يونتس هذا اذا بدنا نستخدم الاس اي يونتس زي ما حكينا معظم التيرمز نفسها بس برضو في بعض التيرمز تختلف الرموز او السيمبلز تبعتها. طيب CB اللي هي زي ما حكينا الأجما إلاستيك كوفيشنتس مجمعينها مع بعض من خلال تيرم واحد Transmitted Load نفس اللي شفناه فوق Overload Dynamic Effects Correction Factor Size Correction Factor KM اللي هو Load Sharing Correction Factor. طيب DB اللي هو الديامتر تبع البنيان. F الفيس ويدث. CF إشي بنسميه Surface Condition Correction Factor وآخر إشي I اللي هو Geometry Factor تبع الكونتاكت ستريس. طيب فلاحظ يعني في كثير من الـ Terms تكرر في هاي الـ Equation ونفسها في الـ Equation اللي فوق.
هسا قبل ما نكمل نطلع على المجموعة الثانية من الإيكويشنز اللي هي من راح نسميها strength equations. بدنا ننتبه إنه في كثير من التيرمز اللي بتدخل في هاي الإيكويشن ممكن يكون لها قيمة واحدة مشتركة لتو ممبرز وفي بعضها راح يكون لها قيمتين. يعني لاحظ إحنا هون لما بنحسب على سبيل المثال bending stress بدنا نحسب قيمتين للbending stress. قيمة للbending stress في الممبر الأول اللي هو مثلا ممكن يكون بنيون وقيمة للبندنج ستريس في الممبر الثاني اللي هو الجير. هسا إذا عندنا مثلا ترين في مثلا 3 جيرز بدنا نحسب ثلاث قيم للبندنج ستريس عشان فعليا قيم البندنج ستريس ممكن تتغير ما بين إلمنت والثاني بحسب اختلاف الجيومتري تبعتهم. طيب فكثير من هذه التيرمز هسا لما نطلع عليها مهم جدا ننتبه إنه هل هذا التيرم أو هل هذا الكوركشن فاكتور راح يكون له قيمة واحدة بنستخدمها للجير والبينيون ولا راح يكون له أكثر من قيمة، قيمة مختلفة للجير وقيمة مختلفة للبينيون. أتوقع بشكل عام معظمهم إنه قيمة واحدة، جزء بسيط منهم راح يكون له قيمتين، قيمة للجير وقيمة للبينيون. طيب بعد ما طلعنا على المجموعة الأولى من الإيكويشنز اللي هي سميناها AGMA Stress Equations، هسا خلينا نطلع على AGMA Strength Equations. كمان مرة حسبنا stresses سواء bending stress أو contact stress. طيب كويس مش كويس لازم نقارنه مع الالاوبل اللي هو القدر اللي تقدر تحمله الماتيريال. طيب هذا اللي هو نسميه strength. فدائما نقارن stress مع strength، منقسم strength على stress بشكل عام عشان نحسب قيمة factor of safety اللي هو مفروض تكون نبدو أكبر من واحد. طيب خلينا هسا نتعرف على AGMA strength equations. strength بشكل عام هو عبارة عن material property، ولاحظ هنا نحكي على repeated loading فيعني نحكي على fatigue strength بالتحديد، يعني لا نحكي على yield strength ولا على ultimate strength. هذيك properties نحكي عنها في حالة إذا كان عندنا static loading. هنا loading اللي عندنا fatigue، فالstrength اللي نحكي عنه هنا أكيد اللي هو fatigue strength. طيب هسا زي ما حكينا strength هو عبارة عن material property، بس برضو راح يكون في عندنا مجموعة من correction factors ندخلهم على الفاتيج سترينث. فخلينا نطلع على الايكويشنز اللي عندنا. اول ايكويشن اللي هي نسميها الالاوبل او الليميتنج بيندنج ستريس، كمان مره اللي هي كماتيريال بروبرتي ودخلنا عليها مجموعه الكوركشن فاكتورز. طيب فهذه اللي هي الالاوبل فاليو للبيندنج ستريس، القيمه اللي ما بدناش نتجاوزها. هذه اذا بدنا نستخدم اليو اس يونتس، هذه تيرمز اذا بدنا نستخدم الاس اي يونتس. خلينا نطلع لفوق. طيب فأول واحدة اللي هي ST. ST ببساطة اللي هي Material Property اللي هي نسميها AGMA Bending Strength اللي هي تبعتها طبيعي اللي تكون إما بالPSI أو بالميجا باسكال حسب السيستم يونت اللي نستخدمه. طيب إذن هذه اللي هي Material Property. طيب غير هيك في عنا Factors ثانية، فمثلا عنا هنا في المقام KT اللي هو Temperature Correction Factor، KR Reliability Correction Factor، في عنا هنا YN اللي هو Life Cycle Correction Factor. لاحظ احنا هون نحكي على Fatigue Strength فلازم ننتبه كم عدد Loading Cycles اللي بدنا نشتغل على أساسهم، فلهذا السبب يكون عنا Life Cycles Correction Factor. هذا Life Cycles Correction Factor تبع Bending، في عنا واحد مختلف نستخدم في حالة Contact. طيب آخر إشي عنا هنا في المقام SF. SF ببساطة اللي هو الفاكتور اوف سيفتي، طبيعي هون نحكي على الفاكتور اوف سيفتي تبع البندنج. طيب نطلع على الايكويشن الثانيه اللي هي الالاوبل او الليميتنج فاليو للكونتاكت ستريس. طيب التيرمز اللي عندنا اول شيء اس سي اللي هو فاتيج سترينث، زي ما حكينا هو عباره عن ماتيريال بروبرتي، بس هون نحكي على كومبرسيف فاتيج سترينث، هناك كنا نحكي على تنسايل فاتيج سترينث. طيب غير هيك KT KR Temperature Correction Factor Reliability Correction Factor نفس اللي حكينا عنهم فوق. طيب الترمز الجديدة في عنا هنا ZN. ZN اللي هو Life Cycle Correction Factor تيجي بدل YN، فهنا YN اللي هي Life Cycle Correction Factor تبع البندنج، ZN Life Cycle Correction Factor تبع الفاتيج. طيب غير هيك في عنا CH. CH اللي بنسميه Hardness Ratio Correction Factor نستخدم فعليا بس للجير، راح نتعرف عليه اكثر كمان شوي. واخر شيء SH اللي هو الفاكتور اوف سيفتي، كمان مره SF اللي هي الفاكتور اوف سيفتي تبع البندنج، SH اللي هي الفاكتور اوف سيفتي تبع الكونتاكت ستريس. طيب
طيب بعد ما طلعنا على مجموعتين الإكويشن اللي عندنا مجموعة stress equations في عندنا bending contact و strength equations في عندنا البندنج وفي عندنا تبعات الكونتاكت. هسه بدنا نبلش نطلع على التيرمز اللي موجودة عندنا داخل كل واحدة من هذول الإكويشنز. طيب أول شيء بدنا نحكي عنه اللي هو الماتيريال بروبرتيز. في عندنا ST وفي عندنا SC. كمان مرة هذول القيمتين هم عبارة عن قيم فتيج سترينث. طيب هسه هذه القيم من وين بنطلعها؟ فعليا في الكتاب في عندنا two tables ممكن نرجع لهم 14-3 14-4 وفي عندنا برضو three figures هذه نستخدم عشان نطلع قيمة ST. طيب بالنسبة للتابلز فعليا التابلز اللي عندنا في الكتاب يعني ممكن تعطينا معلومات كقيمة ST بشكل مباشر لبعض الماتيريالز. هاي مثلا 14-3 لبعض أنواع الماتيريالز نستخدمها لصناعة الجير. طبيعي هي ستيل بس كمان مرة جريدز معينة من ستيل بيستخدموها لصناعة الجير. أو في بعض الحالات ممكن أحكي لك تيبل وين تروح. فمثلا هنا بحكي لك سي فيجر 14-2 في بعض الحالات مثلا بحكي لك سي فيجر 14-3 وفعليا في بعض الأشياء اللي موجودة هون في التيبل مش موجودة عندنا بشكل كامل. زي مثلا هون بحكي لك سي تيبل 8 سي تيبل 9 فعليا هذول التيبلز مش موجودات حاليا في كتابنا. طبيعي هذا التيبل كامل ناخذينه من الأجمى ديزاين كود تبع سبار والهيليكال جيرز. فعليا في بعض المعلومات موجودة عندنا في الكتاب، في بعض المعلومات زي هذول التيبلز مش موجودات عندنا في الكتاب. احنا بشكل عام مش راح نستعمل كثير مع هذه التيبلز، احنا في الغالب راح نطلع المعلومات اللي بدنا اياها بشكل مباشر من خلال الفيجرز. زي ما حكينا في عندنا 3 فيجرز ممكن نستخدمهم عشان نطلع قيمة ST. هسا ST بدنا ننتبه انه هنا في figures بسموها تسمية شوية مختلفة بسموها allow bending stress number. كما مرة هي عبارة عن strength اوكي فتيج strength. طيب فallow bending stress number ST ممكن نطلع من هذا figure الثاني وفي كمان figure الثالث. طيب شو الفرق ما بين كل figure والثاني؟ دائما بدك تنتبه على الكابشن تبع الfigure. فهذا بحكي لك allow bending stress number for through hardened steels. فإذا كانت نوع الهيت تريتمنت ثرو هاردنينج، هذا إذا كان نيترايدد ثرو هاردنينج ستيل. يعني نيترايدد بروسيس بيستخدموا فيه النيتروجين بيساوي ديفيوجن عشان هو أحد أنواع الهيت تريتمنت بيستخدموه عشان يزيدوا الهاردنس على السطح. فإذا كان نيترايدد وبعد هيك ثرو هاردنينج نستخدم هذا الفيجر. وآخر فيجر هنا بيعطينا يعني بعض الألويز المختلفة نتر ألوي 2.5% كروم whatever. طيب نرجع نطلع على أي واحد من هذولا ونشوف كيف ممكن نستخدمه. فأول واحد تبع ثرو هاردند. طيب في عندنا هنا 2 كيرفز بيمثلون 2 grades من نفس الماتيريال. grade 1 هذا هو الخط تبعها، grade 2 هذا هو الخط تبعها. على الX axis في عندنا grain hardness. لاحظ انه عادة الماتيريالز اللي بيستخدموا عشان يصنعوا منها الجير بعد ما يصنعوا الجير وكل شيء بيسووا له heat treatment معينة عشان يزيدوا الهاردنس تبعته. فعلى حسب فعليا البرين الهاردنس اللي بيحصلوا عليها بعد الهيت تريتمنت بتتغير قيمة ST اللي هي تنسايل فتيج سترينث. طيب فعلا بحسب البرين الهاردنس في عنا هنا من 150 لحد 450 ممكن عشان نطلع البندنج ستريس نمبر اللي هو زي ما حكينا ST ممكن نطلعه بشكل مباشر من الرسمة. فيعني مثلا 300 إذا عندك جريد 1 تطلع لحد مقاطع من هنا وبتطلع قيمة ال ST من هون اللي تبعتها KPSI اللي يعني كيلو PSI. الخيار الثاني الأدق عشان تطلع قيم ST بتستخدم الإكويشن اللي هون. فمثلا هاي الإكويشن تحكي لك تأخذ قيمة برين هاردنس على سبيل المثال 300 في 77.3 زائد 12800 بعطيك قيمة ST بPSI. طيب الآن يعني كل واحدة ممكن تطلع بشكل سريع من الفيجر أو تستخدم الإكويشن. الإكويشنز إذا بدك تستخدم الاس اي يونتس بالميجا باسكال هاي موجودة هنا في الكابشن. طيب فكمان مرة حسب نوع الماتيريال نختار الفيجر المناسب نختار الكيرف المناسب ونطلع قيمة ST. طيب غير عن قيمة ST في عنا كمان مرة ST اللي هي بنستخدمها للبندنج هي عبارة عن تنسايل فتيج سترينث. طيب SC اللي هي بنستخدمها في حالة الكونتاكت عبارة عن كومبرسيف فتيج سترينث. هذه في عنا برضو في الكتاب في عنا 3 figures
وفي عنا لا سوري هاي هون. طيب بالنسبة ل SC في عنا في الكتاب في عنا figure 1 وفي عنا 2 tables. خلينا نطلع على الفيجر اللي عنا اللي هو 14.5. نفس الفكرة راح تكون 14.4 هاي الفيجر 14.5 نفس الفكرة اللي هناك. في عنا هذا الفيجر في عنا grade 1 و grade 2. طبيعي هون بنحكي على through hard and steel، اما بتستخدم الاكويشن او بتطلع من الفيجر بشكل مباشر. طيب بعد ما شفنا هذه ST او SC اللي هي عبارة عن material property، كيف بنطلعها على حسب الماتيريال وعلى حسب الهيت تريتمنت، يعني بالتحديد على حسب برينل هاردنس اللي حصلنا عليه بعد الهيت تريتمنت، بدنا ننتبه لكذا شغله. هسه هذه القيم اللي عندنا قيم فتيج سترينث، فبدنا ننتبه شو طبيعه التستنج اللي استخدموه عشان يطلعوا هذا القيم. طيب نوع اللودنج اللي استخدموه يوني دايركشنال لودنج، يعني لاحظ عاده بالفتيج لما نحكي على فتيج بروبرتيز بيكونوا بيحكوا على فولي ريفرس سايكلز، احنا هون ما بنحكي على فولي ريفرس سايكلز. بالنسبه ل ST نحكي على بس زي هيك في التنشن، فعشان هيك انا بحب اسميها تنسايل فتيج سترينث، ما بنروحش للهيت الكومبريشن. بالنسبه ل SC هي عباره عن ريبيتد كومبريشن سايكلز، فهي الزيرو، ففي عندنا compression 0 compression 0 compression 0. طيب فعلا لهذا السبب في عنا قيم مختلفة، ST اللي هي tension repeated tension، SC اللي هي repeated compression. طيب فإذا طبيعة اللودين مستخدمه اللي هو unidirectional loading في اتجاه واحد، إما tension أو compression، ما هيش fully reversed. طيب عدد loading cycles اللي اعتمدوها عشان يعطونا قيم الفتيج strength اللي هي 10 to the power 7 cycles، يعني 10 ملايين cycle، والreliability اللي اعتمدوها عشان يعطونا القيم اللي هي 99%. طيب لاحظ انه هاي الconditions، يعني عشان تكون قيم ST و SC اللي طلعناهم دقيقة لازم يكون عندنا نفس الconditions. اذا كان عندنا اختلاف على سبيل المثال عدد cycles اللي بدنا اياه مختلف راح تكون قيم مختلفة، راح نعدل هذا الاشي من خلال correction factors اللي حكينا عنها، راح تشوفها كمان شوي. طيب قبل ما نكمل بدنا ننتبه هون على شرط مهم. بالنسبة لقيمة ST و SC بنطلعهم من التابلز. بالنسبة لقيمة ST بدنا ننتبه لما بدنا نتعامل معها في حالة الايدلر جيرز، يعني مثلا لو عندي هون هذا درايفر، هذا ايدلر في النص، وهذا دريفن جير. طيب في حالة الايدلر لما نطلع قيمة ST ما بناخذها ونستخدمها زي ما هي، بنضربها في 0.7، وهذه هي القيمة اللي نعتمدها بالنسبة للايدلر. طيب ليش نضربها في 0.7؟ عشان فعليا طبيعة اللودينج اللي بتعرض له الجير توث في حالة الايدلر جير مختلفة. ليش مختلفة؟ هسه بالنسبة لهذا الدرايفر او لدريفن في عندي جير توث لما يتعرض للفورس دائما يتعرض للفورس من اتجاه واحد، فاذا جهة واحدة من الروت بصير عليها مثلا هاي التوث على سبيل المثال، يعني دائما تجي الفورس من اتجاه واحد، فمثلا هنا دائما عندي تنشن، هنا دائما عندي كومبريشن، وفعليا فيلير بصير في جهه التنشن. طيب هذا بالنسبه لدرايفر او لدريفن. بالنسبه للايدلر جير فعليا لاحظ انه في جهه بيجي اللود على فيس، وفي لما يلف على الجهه الثانيه بيجي بالاتجاه المعاكس. ففعليا لو طلعنا على الماتيريال اللي موجوده هنا عندنا عند الروت، مرة تيجي الفورس من هنا فبتعرض لتنشن، ومرة تيجي الفورس من الاتجاه المعاكس تتعرض لكمبريشن. ففعليا طبيعة اللودينج اللي بتعرض له الايدلر او الاسنان تبع الايدلر هو فعليا ما هوش ريبيت التنشن، هو عبارة عن فولي ريفرس سايكلز. فبما انه بتعرض لفولي ريفرس سايكلز مش راح يتحمل زي الشيء اللي بتعرض بس لتنشن، فلهذا السبب نضرب قيمة ST اللي بنطلعها في 0.7. طيب هسه ما بنساوي نفس الشيء بالنسبة ل SC، يعني قيمة SC اللي بنطلعها بالنسبة للتيث تبع الايدلر بناخذها زي ما هي. طيب هون برضه مفروض يكون السبب واضح، هناك بنحكي على الكونتاكت ستريس. هسه زي ما حكينا الايدلر مرة بيجي الكونتاكت هذا الفيس، مرة بيجي على الفيس المقابل، والكونتاكت ستريس هو يعني فيلير نتيجة الدايركت كونتاكت، مرة بصير عندنا الكونتاكت هنا، مرة بصير هنا، فما لهمش علاقة ببعض. اوكي يعني ما بتترد تتكرر السايكلز على نفس الفيس. هنا بيساوي كونتاكت على جهه،
هون بيساوي كونتاكت على الجهه الثانيه، فاذا ما لهمش علاقه ببعض. فاذا اس بي بس نضربها في 0.7، اس سي نتركها زي ما هي. طيب نروح بعد هيك ل الكوركشن فاكتورز. زي ما حكينا في عنا مجموعه كبيره من الفاكتورز، بدنا نطلع عليها واحد واحد نشوف كيف ممكن نطلع قيمتها. وشغله مهمه دائما، اي فاكتور في هذول ننتبه انه هل راح يكون له قيمه واحده نستخدمها مثلا للجير وللبينيون، ولا راح يكون له قيمتين، واحده سبيسيفيك للجير وواحده سبيسيفيك للبينيون. طيب اول فاكتور راح نطلع عليه اللي هو جيومتري فاكتورز. ففي عندنا تو جيومتري فاكتورز نستخدمهم في ستريس ايكويشنز، جي اللي هو جيومتري فاكتور تبع البندنج ستريس ايكويشن، واي هو جيومتري فاكتور تبع الكونتاكت ستريس ايكويشن. قبل ما نبدا بدي انبه انه فعليا يعني ترتيب الفاكتورز عندي هنا في النوتس غير عن ترتيبهم اللي موجود في الكتاب. انا فعليا مرتب النوتس بالشكل التالي: في الاول بحكي عن كل الفاكتورز اللي تدخل في ستريس ايكويشنز سواء البندنج ستريس ايكويشن او الكونتاكت ستريس ايكويشن. بعد هيك ببلش احكي عن الفاكتورز اللي تدخل في سترينث ايكويشن او الالاوبل ايكويشن. طيب فاول فاكتور اللي انا نحكي عنه اللي هو الجيومتري فاكتور، زي ما حكينا في عندنا جي للبندنج، في عندنا ار للوير او للكونتاكت. طيب فاول شيء بالنسبه للبندنج ستريس جيومتري فاكتور جي، شو مهمته؟ فعليا الهدف من هذا الفاكتور تو اكونت فور ذا شيب اوف ذا توث، غير هيك for the distance from the tooth root to the highest point of single tooth contact. شو المقصود بهالحكي؟ هاي مثلا الدير، هاي التوث تبعنا زي هيك، لما يبلش الكونتاكت نتيجة الانجيجمنت او المشنج تبع تو جيرز مع بعضهم، ففعليا التوث المقابل يساوي كونتاكت في البداية على منطقة هنا قريبة من نهاية التوث. هسا فعليا ممكن لما يبلش يكون لسه في عندنا two pairs of teeth مساويات contact، عشان زي ما حكينا الكونتاكت ريشيو دائما بنطلب انها تكون اكبر من واحد 1.2 او اكثر. فهنا لما انتهى الكونتاكت تبع البير الثاني وفي عندنا بس one pair اللي مساوي contact، فعليا هذه point of contact وين صارت؟ المسافه من الروت لهذه النقطه اللي هي ابعد نقطه بصير عليها single tooth contact، هاي المسافة محسوب حسابها من خلال قيمة جيومتري فاكتور جي. طيب غير هيك برضو هذا الكوركشن فاكتور بيحسب حساب تأثير ستريس كونسنتريشن اللي موجود عندنا هنا في الروت بسبب الفيلد راديوس. وغير هيك إذا كنا بنحكي عن هيليكال جيرز، لاحظ إنه في حالة سبار جيرز زي ما حكينا الكونتاكت راح يصير على كامل فيس ويث، في حالة هيليكال جير ببلش من نقطة بظل يمتد لحد ما يوصل على كامل فيس ويدث، بعد هيك برد يقصر من جديد وينتهي النقطة. فهنا إذا كان سبار جير ما فيش عندنا مشكلة الكونتاكت على كامل فيس ويدث. إذا كان هيليكال جير بنفكر هل صار عندنا كونتاكت على كامل فيس ويدث في اللحظة اللي في عندنا 1 بير مساوي كونتاكت، ولا ما كانش وصل على كامل فيس ويدث، فهذه بندخلها من خلال برضو قيمة الجي. طيب هسا بالنسبة لقيمة الجي فعليا سهل جدا تطليعها. هنا في عنا تو فيجرز في الكتاب راح نستخدمهم. أول فيجر عنا اللي هو 14/6، هذا الفيجر نستخدمه عشان نطلع قيمة جي لسبار بيرز. إلها البريشر أنجل 20 درجة وتوث هايت اللي هو فول ديبث سيستم. طيب إذا عنا سبار مع 20 درجة بريشر أنجل مع فول ديبث تيث، راح نروح على تيبل 14/6. طيب هسا من خلال هذا التابل فعليا بدنا ننتبه انه قيمة J هاي من الشغلات او من الفاكتورز اللي راح يطلع لها قيمتين، في عندنا قيمة للبينيون وفي عندنا قيمة للجير. فلما نروح على الفيجر بدنا نطلع هذول القيمتين، J جيومتري فاكتور تبع البينيون والجيومتري فاكتور تبع الجير. الفيجر اللي بنستخدمه لسبار جيرز اللي هو 14/6 زي ما حكينا. طيب كيف نستخدم هذا الفيجر؟ هو فعليا نفس الفيجر راح نستخدمه عشان نطلع البينيون للجير. فمثلا لو افترضنا انه عندنا بينيون عدد اسنانه 20، كمان مره البينيون اللي هو الاليمنت اللي عدد اسنانه اقل او السايز تبعه اقل. طيب لو افترضنا عندنا بينيون عدد اسنانه 20 مع جير عدد اسنانه 50، فبناخذ عدد اسنان البينيون في الاول بدنا نحسب للبينيون، فبناخذ عدد اسنان البينيون هنا على الاكس اكسس، عدد اسنان الاليمنت المقابل اللي هو الجير
ناخذه نختار الكيرف تبعه. بعد هيك منقاطع الكيرف مع الخط العمودي ومنطلع قيمة الجيومتري فاكتور جي من الواي اكسس. طيب هذا لما بدنا نحسب له البينيون، فبناخذ الاول عدد اسنان البينيون وهون عدد اسنان الجير، فبنطلع جي للبينيون. لما بنطلع جي للجير نشتغل بالعكس، ناخذ على الاكس اكسس عدد اسنان الجير اللي هو مثلا 50، وناخذ الكير بيمثل لنا عدد اسنان البينيون. هون على سبيل المثال ما في شيء عندنا 20، يعني بناخذ قيمه ما بين ال 17 وال 25، نساوي يعني انتربوليشن بسيط لينير انتربوليشن، فبنقاطع وبنطلع قيمه الجي. فمثلا في حاله زي هيك راح تطلع قيمه الجي للجير بحدود 0.4. طيب فاذا الجي واحده من الفاكتورز اللي راح تكون لها قيمتين، قيمه للجير وقيمه للبينيون، فعليا هذا الاقليه يعني، فعليا معظم الفاكتورز اللي راح تمر علينا بعد هيك راح تكون لها قيمه واحده مشتركه مستخدمه للجير وللبينيون. طيب هذا اذا كان عندنا سبرجرز. طيب اذا عندنا هيليكال جيرز لاحظ انه الوضع بيختلف، عشان زي ما حكينا ما بصيرش عندنا كونتاكت على الفول فيس ويدث دائما، فلهذا السبب راح يكون عندنا الوضع شوي مختلف. عشان نطلع قيمه جي لهيليكال جيرز راح نستخدم تو فيجرز. بالمحصله احنا بدنا نطلع قيمه جي وكمان مره قيمتين، قيمه للجير وقيمه للبينيون. فبغض النظر في اي حاله بنحكي جي بتساوي modifying factor، خليني مثلا اسميه M او MD عشان ما نخربطوش مع المادجول، مضروب في J برايم. طيب اول شيء بنطلعه J برايم من خلال هذا الفيجر 14/7 بيعطينا قيمة geometry factor J برايم، راح نطلعه وبعدين نضرب مع modifying factor. طيب عشان نستخدم هذا الفيجر احنا اذا بدنا نحسب البينيون في الاول، فبناخذ الكيرف بيمثل لنا عدد اسنان البينيون. فمثلا لو عندنا البينيون عدد اسنانه 20 هنختار الكيرف تبع 20. غير هيك بما انه بنحكي عن هيليكال جير لازم نكون عارفين هيليكس انجل، فلو مثلا عندنا قيمه هيليكس انجل 30، ف 30 مع 20 بنقاطع بنطلع اول شيء قيمه جي برايم. طيب بعد ما طلعنا قيمه جي برايم هسه نروح على الفيجر اللي بعده. لاحظ انه هاي صرنا هسه بنحسب لها البينيون. طيب فاذا على الفيجر اللي بعده اخذنا على الفيجر الاولاني عدد اسنان البنين، على الفيجر الثاني عدد اسنان الالمنت المقابل اللي هو الجير. فمثلا لو عدد اسنان الجير 50 فبناخذ 50 مع اكيد نفس الهيليكس انجل، وبنطلع قيمه الموديفاينج فاكتور، نضرب الموديفاينج فاكتور مع جي برايم بيعطينا قيمه جي للبنين. طيب لو اكيد بدنا نطلع القيمه الثانيه اللي هي تبعت الجير، فبنشتغل بالعكس. لما نشتغل للجير اول شيء عدد اسنان الجير بناخذه هنا، فيعني في شيء عندنا 50 فبناخذ ما بين 30 و 60 بنطلع جي برايم. بعد هيك بنروح على الفيجر اللي بعده بناخذ هسه عدد اسنان الاليمنت المقابل. لاحظ انه احنا هسه بنحسب للجير، فالاليمنت المقابل اللي هو البنيون، وعدد اسنان على سبيل المثال 20، ف 30 مع 20 بنطلع الموديفاينج فاكتور MD على سبيل المثال، نضربهم مع بعض ونطلع قيمة J هاي المرة ل Gear. طيب إذا نطلع قيمتين ل J سواء Spur Gear أو Helical Gear، قيمة لل Gear وقيمة ل Pinion. طيب نيجي على ال Geometry Factor اللي بعده اللي هو Contact Stress Geometry Factor I، هذا نستخدمه في Contact Stress Equation. هسه بالنسبة ل I بيعتمد على شغلة أساسية بالدرجة الأولى اللي هي instantaneous radius of curvature. زي ما حكينا احنا عندنا هون انبلوت بروفايل، ف radius of curvature متغير، فبنفكر في instantaneous radius of curvature في اللحظة اللي بيكون فيها single tooth contact. هذا الشيء راح نعبر عنه من خلال قيمة ال I. طيب هسه قيمة ال I بدل الفيجر هون في عندنا equation، فالإكويشن فيها صيغتين. هذه الصيغة نستخدمها إذا كنا نحكي عن external gears، هذه إذا كنا نحكي عن internal gears. external gears اللي هو وضع طبيعي، مثلا هاي two gears زي هيك والأسنان تبعهم external. طيب internal gear هذا إذا كان عندنا مثلا ring gear، زي مثلا في planetary systems. planetary systems بيكون في عندنا gear زي هيك، هذا نسميه ring gear. طيب ring gear لاحظوا أن الأسنان تبعته internal، الجير اللي جواه الاسنان تبعته اكسترنال. فاذا عنا شيء زي هيك لهذا الاليمنت بناخذ الايكويشن تبع الاكسترنال، للرينج الخارجي بناخذ الايكويشن تبعت الاكسترنال. هسه معظم الحالات
التوبيرز بيكونوا زي بعض external, فنستخدم equation نفس ال equation, فعليا هاي راح يكون لها قيمة واحدة نستخدمها للعيار والبنين زي ما راح نشوف هسه. طيب شو الترمز الموجودة في ال equation تبعت ال I؟ phi t اللي هي transverse pressure angle. هون كمان مرة بنحكي transverse عشان في عنا احتمالين, إما spur gears أو helical gears. spur gears transverse direction هو نفس normal direction. في الهيليكال جيرز في عنا اتجاهين, في عنا نورمال عمودي على الأسنان, في عنا ترانسفيرس اللي هو عمودي على الأكسس تبع الشافت. طيب هذه ترانسفيرس بريشر أنجل. طيب ام ان اللي هي ايش بنسميه لود شيرنج ريشيو, راح تكون قيمتها واحد اذا عنا سبر جير عشان كونتاكت على كامل فيس ويد, راح تكون قيمتها اصغر من واحد اذا عنا هيليكال جير عشان فعليا ممكن يكون عنا سنجل توث كونتاكت مع كونتاكت على جزء اقل من كامل الفيس ويد. طيب هذا بالنسبه لام ان. غير هيك ام جي اللي هي الجير ريشيو. جير ريشيو ببساطه عدد اسنان الجير تقسيم عدد اسنان البنين. طيب اذا تم زي ما حكينا ترانسفيرس بريشر انجل, ام جي اللي هي سبيد ريشيو او جير ريشيو نفس التسميه سنتين صحيحات, وام ان اللي هي لود شيرنج ريشيو. لود شيرنج ريشيو واحد اذا كان عندنا سبار جيرز, إذا عندنا هيليكال جير بدنا نحسب اللود شيرنج ريشيو من خلال هذه الايكويشن. طيب هذه الايكويشن تحكي لنا اللود شيرنج ريشيو بتساوي بي ان كابيتال على 0.95 في زي. شو هي التيرمز اللي عندنا؟ بي ان كابيتال ببساطة اللي هي نورمال بيس بيتش. شو اللي مقصود بالنورمال بيس بيتش؟ طيب احنا بنعرف سيركلر بيتش. سيركلر بيتش بنقيسه على بيتش سيركل زي ما حكينا. هسه سيركلر بيتش ممكن نقيسه نورمال دايركشن أو في transverse direction. فهنا بنحكي على normal direction. طيب بس هنا فعليا circle pitch normal direction, بس مش راح نقيسه على pitch circle, راح نقيسه على base circle اللي هي نستخدمها عشان نرسم involute profile. طيب فإذا هذا ببساطة normal circular pitch نقيسه على base circle, هاي نسميها PN capital. PN هاي اللي هي circular pitch العادي نجرب على البيتش سيركل في النورمال دايركشن, نضربه في كوساين النورمال بريشر انجل فبيطلع معانا النورمال سيركلر بيتش نجرب على البيس سيركل اللي هو نستخدمه هنا. طيب غير هيك محتاجين نحسب الترم الثاني اللي هو زي. زي ببساطه اللي هو لينث اوف ذا لاين اوف اكشن. لاين اوف اكشن اللي زي ما حكينا نقطه الكونتاكت بتكون ماشي على امتداد هذا الخط. طوله فعليا انه من اول نقطه بصير عليها الكونتاكت لحد اخر نقطه بنتهي عليها الكونتاكت, فاللينث تبعه في ترانسفيرس بلين, يعني مش اللينث الفعلي تبعه, اللينث تبعه بروجكتد في ترانسفيرس بلين اللي هو الكوانتيتي زي, نحسبها من خلال هذه الايكويشن. هذه الايكويشن عباره عن 3 تيرمز, الاول تحت الروت, الثاني تحت الروت, والثالث موجود هنا. طيب شو التيرمز الموجوده في هذه الايكويشن؟ ار بي اللي هو الراديوس تبع البنيان. كمان مرة لما نحكي عن الراديوس أكيد نقصد الراديوس تبع البيتش سيركل. طيب هذا الراديوس تبع البيتش سيركل للبنيان, هذا الراديوس تبع البيتش سيركل للجير. طيب A اللي هي الأدندم, وكمان مرة على حسب نوع التيث هل هي ستوب أو فول ديف, في علاقة بتربط الأدندم مع الدايمتر بيتش. طيب فنطلع بحسب التوث سيستم اللي عندنا شو الإيكويشن تبعت A وبنعوضها, وزي ما حكينا مرتبط مع قيمة الدايمتر بيتش. طيب هاي موجود في الجاية. طيب في عندنا هون RB للبنيان وRB للجير. RB اللي هو الراديوس تبع البيس سيركل تبعت البنيان, RB بنيان, وRB جير اللي هو الراديوس تبع البيس سيركل للجير. الراديوس تبع البيس سيركل كيف نحسبه؟ الايكويشن مرت علينا في شابتر 13 للتذكير, انه الراديوس تبع البيس سيركل بشكل عام بيساوي الراديوس تبع البيتش سيركل مضروب في كوساين ترانسفيرس بريشر. نستخدم هاي الايكويشن نحسب قيمتين, الراديوس تبع البيس سيركل للبنين, الراديوس تبع البيس سيركل للجير. وهنا طبيعي اللي هو الراديوس تبع البيس سيركل للبنين للجير نفس الشيء مضروبه في ساين ترانسفير بريشر. طيب نحسب 3 تيرمز ونطلع قيمه الزي. وهنا بس بدنا ننتبه لملاحظه مهمه. هسه في هذه الايكويشن لما نحسب 3 تيرمز نطلع نقارن الترم الاول الترم الثاني مع الترم الثالث. اذا كان الترم الاول او الترم الثاني قيمتهم اكبر من الترم الثالث وقتها بنبدله مع الترم الثالث, يعني بكلمات اخرى ممكن نلغيه. يعني فعليا لو طلعت قيمه هذا اكبر من قيمه هذا نكنسل هذا وهذا عشان واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف, بضل عندنا ترم واحد في الايكويشن. طيب
إذا هذا بعطينا length of the line of action at the transverse plane. نعوضها هنا في الإيكويشن بطلع معنا load sharing ratio ونطلع قيمة I زي ما احنا شايفين فعليا I راح تعطينا قيمة واحدة ونستخدم هذا البنيون نستخدمها للجير غير عن الجي. الجي لها قيمتين قيمة للبنيون قيمة لها الجير. الحالة الوحيدة اللي بطلع فيها I لها أكثر من قيمة إذا كان عندنا external gear مع internal gear فوقتها ممكن يطلع للآي تنتين. هسا غير هيك الآي دائما إلها قيمة واحدة. طيب الفاكتور اللي بعد هيك اللي هو Elastic Coefficient Factor CP هذا بدخل في الكونتاكت ستريس إكويشن وهذا فعليا بدمج كل الإلاستيك كونستانتس تبعت الماتيريال للجير والماتيريال تبع البنيون بالتحديد اليانجز مودولس وبوستونز ريشيو. الإكويشن نحسب من خلالها سي بي اللي هي الأجما إلاستيك كوفيشنت بالشكل التالي هذا اللي هو اليانجز مودولس للبنيون اليانجز مودولس للجير بوستونز ريشيو للبنيون بوستونز ريشيو للجير. ممكن إذا عنا القيم نحسبها من خلال هاي الإكويشن أو أسهل فعليا في عنا تابل نطلع منه في الكتاب بشكل سريع اللي هو تابل 14-8. خلينا نطلع على تابل 14-8 ونشوف كيف هاي التابل. طيب هذا بعطينا قيمة سي بي جاهزة هسا كما مرة لأن ننتبه إنه سي بي اللي نتبعها إحنا هون راح نستخدم أمريكان سيستم راح يكون اللي نتبعها جذر في اس اي أو إذا بدنا نستخدم الـ SI system راح يكون اليونت اللي بنطلعها هنا بجذر ميجا باسكال. طيب عشان نطلعها بيعتمد على الماتيريال تبعت الجير والماتيريال تبع البنيون فهون عندنا البنيون ماتيريال هون في عندنا الجير ماتيريال فإحنا في الغالب نستخدم ستيل مع ستيل فهاي ستيل مع ستيل فهاي قيمة سي بي القيمة اللي فوق بجذر بي اس اي 2300 جذر بي اس اي هذه القيمة اللي بين أقواس اللي هي بجذر ميجا باسكال. طيب بعد ما شفنا الفاكتور اللي بعد هيك اللي هو CP اللي هي الأجمى Elastic Coefficients نشوف الفاكتور اللي بعد هيك اللي هو Dynamic Factor KV أو ممكن نسميه Dynamic Events Factor. طيب KV شو الهدف من هذا الفاكتور؟ عموما هسه هذا الفاكتور بدخل في two equations Stress Equation تبعت البندنج و Stress Equation تبعت Contact. طيب وراح يكون له قيمة واحدة نستخدمها للبنية نستخدمها للبير. طيب شو الهدف من هذا الفاكتور؟ احنا حكينا انه التيث تبعت الجيرز بيكون لها انفلوت بروفايل زي ما حكينا الانفلوت بروفايل مفروض يكون لها الكونجيجيت اكشن يعني يعطينا constant angular velocity ratio يعني لو كان مثلا البنية بلف بسرعة ثابتة لازم عند أي زاوية خلال اللفة برضو تكون سرعة الجير ثابتة. هذا حكي بتحقق إلى عنا انفلوت بروفايل وما فيش عنا انترفيرنس. طيب هسا في الواقع إنه بسبب مانيفاكتشرينج أكيوريسي يعني ما بطلعش البروفايل تبع الجير توث انفلوت بروفايل 100% يكون في عنا شوية ديفيشن بسبب الأكيوريسي تبع المانيفاكتشرينج. فلهذا السبب إنه خلال الدوران تبع الجيرز اللي هو الجير والبنيون فعليا في بصير عندنا تغيرات بسيطه في الانجلر فيلوسيتي يعني الانجلر فيلوسيتي ممكن في عند زاويه معينه تزيد شوي تنقص شوي ففعليا التغير في الانجلر فيلوسيتي بيعطينا زي فورس تبعت الاكسلريشن اوكي ففعليا هذا بياثر على الجيرز انه الفورس اللي عليها ما بتكونش ستدي 100% بسبب هذه الديناميك ايفنتس اللي هي مرتبطه مع المانيفاكتشرنج فاكتورز. طيب فهذا الديناميك ايفنتس فاكتور راح يعتمد على شغلتين راح يعتمد على الاكيورسي تبع المانيفاكتشرنج وفعليا راح يعتمد على السرعه اللي بتتحرك عليها الجير بالتحديد اللينير فيلوسيتي على البيتش سيركل. طيب هسه بالنسبه للمانيفاكتشرنج اكيورسي الاجما بيستخدموا شيء بسموه ترانسميشن اكيورسي ليفل نمبرز كيو من خلال هذا الرقم اللي هو Transmission Accuracy Level Number بنحدد الكواليتي تبع المانيفاكتشرنج هل هي هاي كواليتي يعني Precision عالي ولا Low Quality. أكيد كل ما زاد الرقم تبع QV معناته Precision أعلى Accuracy أعلى فمثلا قيم QV من 3 إلى 7 هذه عادة نسميها Commercial Quality Gears من 8 إلى 12 هذه عادة High Precision Quality Gears. طيب قيمة KV اللي هي Dynamic Correction Factor بنطلع في عنا طريقتين وهذا الاشي يعني صحيح لكثير من الاشياء يعني مثلا يكون في عنا equation يكون عنا figure
اللي اسرع دائما انه استخدم الفيجر، زي مثلا بالنسبه للسي بي زي ما شفنا في عندنا ايكويشن في عندنا تيبل، الاسرع انه استخدم التيبل. طيب ففي عندنا ايكويشن ممكن تطلع عليها في الكتاب، فعليا راح يستخدمها في الاكزامبلز، الاكزامبل سواء الكتاب استخدم الايكويشن في الغالب. احنا هنا خلينا نطلع على الفيجر اللي عندنا اللي هو فيجر 14.9 ونشوف كيف ممكن نطلع قيمه كي في من فيجر 14.9. هاي الفيجر. طيب في هذا فيجر في عندنا different curves مثلنا different quality levels أو different quality numbers 5 6 7 لحد 12. طيب dynamic factor kv على y axis، على x axis عندنا pitch line velocity اللي هي السرعة linear على pitch circle اللي هي تكون يعني مشتركة للgear والpinion، يعني two pitch circles تكون tangent والسرعة تبعتهم مشتركة. طيب فاذا احنا حسبنا قيمه pitch line velocity بنطلعها لحد ما نقاطعها مع الكيرف اللي بيمثل الكواليتي نمبر، هاي بتكون قيمه الدايناميك كوركشن فاكتور كي بي. طيب زي ما انتم شايفين فعليا واضح هنا انه على السرعات العاليه ما بصيرش نستخدم لو كواليتي، يعني لاحظ مثلا هذه كواليتي نمبر 5 فعليا ما بصيرش نستخدمها على سرعات اعلى من بحدود 2000 وخلينا نحكي 800. لاحظ اليونت اللي عندنا هون اللي هي فوت بير مينت، واحنا اصلا عندنا ايكويشن جاهزه بتعطينا قيمه بيتش لاين فيلوسيتي بالفوت بير مينت زي ما راح نشوف كمان شوي بالاكزامبل. اذا خيار ان نستخدم الفيجر هذا، والخيار الثاني ان نستخدم الايكويشن. طيب وزي ما حكينا KV له قيمة واحدة نستخدمها للجير نستخدمها للبينيون، وبرضه هاي القيمة للKV تدخل في البينيك ستريس إيكويشن تدخل في الكونتاكت ستريس إيكويشن. طيب الفاكتور اللي بعده اللي هو الأوفرلود فاكتور، برضه قيمة واحدة للجير للبينيون، وبرضه هذا بدخل في البينيك ستريس إيكويشن بدخل في الكونتاكت ستريس إيكويشن. شو هو الأوفرلود فاكتور؟ الاوفرلودز بتصير عادة إذا ما كانش عندنا سموث لودينج. هذه الشغلة عندنا سموث لودينج ممكن تصير لسببين، إما الباور سورس ما بعطيناش سموث تورك، تورك تبعه ما هوش كونتينيوس سموث بزيد في لحظات معينة، أو الدريفن ماشين التورك ديماند تبعها ما هوش كونتينيوس. يعني كإكزامبل إشي بيعطينا سموث تورك زي مثلا موتور كهرباء، موتور كهرباء قيمة التورك تبعته ثابتة بغض النظر وين هو في الروتيشن تبعته. طيب فبعطينا تورك ثابت تقريبا دائما. طيب غير هيك مثلا لو افترضنا انه دريفن ماشين هي عباره عن سنترفيوجل بامب، سنترفيوجل بامب برضه التورك ديماند تبعها ثابت. اذا لو وصلنا موتور كهربائي مع سنترفيوجل بامب هذا سموث وهذا سموث ما فيش اوفرلود، فبتكون قيمه الاوفرلود فاكتور واحد. طيب إذا كان أي واحد من هذول التو ممبرز بصير فيه overloads فوقتها تكون قيمة الـ KO أكبر من واحد. زي إيش على سبيل المثال؟ مثلا إنتين الكومبوسن إنجنز فعلياً التورك اللي بتعطينا إياه ما بيكونش continuous، أوكي فعلياً بتعطينا تورك بس خلال جزء من السايكل تبعتها. لاحظ إنه السايكل تبع إنتين الكومبوسن إنجن هي 4 أشواط. في الباور ستروك فعليا هون لما يصير عندنا سبارك وينفجر الفيول في هاي اللحظه الموتور بيكون قاعد بيعطينا تورك، بس بقيه السايكل هو فعليا مش قاعد بيعطينا تورك، فهم بيعتمدوا على الفلاي ويل عشان يقدر يكمل اللحظه. طيب اذا عندنا مثلا سنجل سلندر انجن فعليا يعني هذا الباور اللي بيعطينا اياه ما بيكونش سموث ما بيكونش يونيفورم، بيكون في شوكس عالي. بينما لو اجينا مثلا قارنه خلينا نحكي مع انجن ال 6 سلندرز هسه فعليا بيكونوا موزعين باور ستروكس انهم يكونوا على زوايا مختلفة، فيعني نوعا ما التورك تبعه بيكون مور يونيفورم، بس اكيد ما هوش يونيفورم زي الالكتريك موتر. طيب يعني في تصنيفات ل حسب نوع الباور سورس وحسب نوع الدريفن ماشين. مثلا دريفن ماشين تحتاج تورك ما بيكونش يونيفورم، اكزامبل عليها مثلا الكومبريسرز الريسبريكيتنج كومبريسرز. لاحظ الريسبريكيتنج كومبريسرز وهي بتضغط راح تحتاج تورك عالي عشان تقدر تضغط الغاز اللي عندها، بينما خلال الانتيك او السكشن ما بتحتاجش تورك عالي. طيب فعشان نطلع قيمه الاوفرلود فاكتورز فعليا في عندنا تيبل موجود في الكتاب اللي هو هنا في نهايه هذا الفيجر. هذا التيبل نطلع من خلاله قيمه الاوفرلود فاكتور، راح نحدد شو تصنيف الدريفن ماشين يونيفورم او مادر شوك او هيفي شوك، وبرضه الباور سورس يونيفورم لايت شوك او ميديوم شوك. ف
فبنطالع السطر مع العمود وبنطلع قيمة overload correction factor. فزي ما شايفين يعني أكبر قيمة عندنا هنا إذا كان heavy shock driven machine مع medium shock power source. يعني مثلا medium shock power source ممكن أحكي لكم زي الانترنال كومبشن انجن لايرو سنجل سيلندر، عاده ممكن صنفه انه ميديوم شوك. مثلا هيفي شوك دريفن ماشين، مثلا لو قلنا شيء زي كسارة احجار، اوكي كسارة احجار يصير فيها شوكس او اوفرلودز كثيره. طيب فاذا هذا بالنسبه للاوفرلود فاكتور. طيب نيجي هسه للسايز فاكتور. السايز فاكتور، شو الهدف من السايز فاكتور؟ الهدف من السايز فاكتور فعليا انه يحسب حساب النون يونيفورميتي في الماتيريال بروبرتيز او احتماليه وجود انترنال ديفكتس داخل الماتيريال. فعليا احتماليه النون يونيفورميتي او احتماليه انه يكون في عندنا مثلا سمول ديفكتس داخل الماتيريال بتزيد كل ما كان حجم الماتيريال اكبر. فبشكل عام كل ما كان حجم الممبر اللي عندنا اكبر راح يزيد تأثير السايز. فعليا هذا السايز كوركشن فاكتور راح تكون قيمته أكبر من واحد، ولاحظ هذا بدخل في الإكواجن تبع ستريس، يعني بصير الوضع أسوأ، في احتمالية أكبر أن يكون عندنا نون يونيفورم ماتيريال بروبرتيز أو أن يكون عندنا انترنال ديفكتس. طيب فهذا السايز كوركشن فاكتور مبدئيا الكل متوقع أنه في تأثير للسايز على الماتيريال أو على ستريسز. طيب هسا بالنسبة للأجمة فعليا لما سووا هذا الستاندرد اللي احنا مستخدمه هنا ما كان عندهم إيكويشن يحسبوا من خلالها قيمة السايز كوركشن فاكتور، فهم حاطينه هنا مبدئيا ايش بسموه بليس هولدر، بقول لك في تأثير للسايز لحد ما نعرفه بنحط الإيكويشن تبعته، بس مبدئيا راح نستخدم قيمته واحد. فبحسب الأجمة بيستخدموا قيمة السايز كوركشن فاكتور لسبر والهيركل جيرز واحد. طيب بس هون عنا في الكتاب طلعنا equation للsize correction factor، شو الأصل تبع هاي الequation؟ رجع للcorrection factor تبع size اللي كنا نستخدمه لما ندخل correction على endurance limit في chapter 7. هناك فعليا كان في عنا size correction factor، فاستخدم الفكرة اللي هناك وساوي adaption للterminology تبع gears وأعطانا هذه الequation. كمان مرة هذه الequation ما هيش من الأجمع بس موجودة عنا في الكتاب، فخلينا نطلع كيف ممكن نحسب size correction factor من خلال هاي الequation. constant الفيس ويدث و diameter pitch. لا هسه الفيس ويدث بشكل عام ممكن مرات يصدف انه يكون الفيس ويدث للجير مختلف عن الفيس ويدث للبنيون. في الايكويشن الاصليه تبعت ستريس احنا فعليا نستخدم الفيس ويدث للممبر الاصغر من اثنين. طيب عموما فيس ويدث و diameter pitch دائما قيمه مشتركه، او يعني في اغلب الاحيان قيمه مشتركه بالنسبه للفيس ويدث، diameter pitch دائما قيمته مشتركه. طيب الفرق ما بين البنيون والجير راح يكون في قيمة الواي، واي اللي هي لويس فورم فاكتور اللي طلعنا على التابل تبعها اللي هو 14.2 في البداية. فبنروح على التابل 14.2 نطلع واي للبنيون على حسب عدد أسنانه، واي للجير على حسب عدد أسنانه، وفعليا راح نحسب قيمتين للأس، قيمة للجير وقيمة للبنيون، وهذا الشيء طبيعي عشان السايز تبع الجير مختلف عن السايز تبع البنيون. اخر شيء بدنا ننتبه له لما نحسب قيمه السايز كوركشن فاكتور باستخدام هذه الايكويشن بدنا نتاكد انه القيمه اللي طلعت معانا اكبر من واحد، اذا لاي سبب من الاسباب طلعت اصغر من واحد راح نهملها عشان فعليا مش معقول يكون قيمه السايز كوركشن فاكتور اصغر من واحد، فاذا طلعت اصغر من واحد نهملها وناخذ واحد، اذا اكبر من واحد ناخذها. طيب نيجي بعد هيك للكوركشن فاكتور اللي بعد هيك اللي هو سيرفس كونديشن كوركشن فاكتور. هذا Surface Condition Correction Factor بيدخل في Contact Stress Equation. ليش؟ فعليا هذا بحسب حساب كذا شغلة، بحسب حساب Surface Finish إذا في عنا Residual Stresses وإذا صار عنا Work Hardening. هسا كل هالأشياء راح يكون لها تأثير على Contact Stress، هذا الإشي معروف. بس فعليا برضو نفس القصة، الأجمع لحد أو في الوقت اللي ساوى فيه هذا Design Code اللي احنا نستخدمه هنا ما كان عندهم معلومات عشان يحسبوا قيمة Service Condition Correction Factor CF، فحاطينه as placeholder وبيحكي لنا مبدئيا حاليا نستخدم قيمة CF بتساوي 1. طيب نيجي ل Correction Factor اللي بعده، فعليا هذا مهم اللي هو Load Distribution Correction Factor أو ممكن نسميه Load Sharing مرات. طيب هو فعليا أصح Load Distribution Correction Factor. طيب شو Load Distribution Correction Factor كام؟ فعليا لما يكون عندي مثلا 2 members gear opinion، خلينا نفترض مثلا عندنا 2 spur gears، فحكينا بصير عندنا الكونتاكت على كامل face width.
فبنفترض انه الفيس تبع التوث الاول بضغط على الفيس تبع التوث الثاني وراح يتولد عندنا على الكونتاكت يونيفورم لودينج زي هيك. اوكي كمان مره هذا اللي هو الفيس ويد فمفترضين لودينج عندنا يونيفورم. طيب هسه هذا الوضع في الواقع ما بصيرش دائما انه في عندنا يونيفورم لودينج على كامل الفيس ويد. ليش؟ شو السبب؟ خلينا ممكن نصير اكثر من سبب. مثلا خلال الانستوليشن تبع الشافت ممكن الشافت ما تكونش الالاينمنت تبعتهم بيرفكت، يكون في شويه ميلان او فرق في الزاويه ما بين تو اكسس تبع الشافت. فهنا لما تو فيسز يضغطوا على بعض فعليا ما بيكونوش متلامسات، ممكن يكون بينهم جاب، فهذا راح يخلي اللود ديستريبيوشن اللي عندنا ما هوش يونيفورم، راح يكون اكثر على جهه واقل على الجهه الثانيه. طيب برضو مثلا بسبب الانكيرس تبع المانيفاكتشرنج للجير توث سيرفيس. طيب ممكن برضو خلال عمليه الاسمبلي لما ركبوا الجير على الشافت ما سووا له ادجستمنت بحيث انه يكون عمودي 100% على الشافت، يعني اسباب كثيره ممكن تاثر على اللود ديستريبيوشن. فهون بدنا نحسب اللود ديستريبيوشن فاكتور. طيب هذا اللود ديستريبيوشن فاكتور كي ام فعليا نحسبه من خلال هذه الايكويشن نوعا ما طويلة وبدخل فيها 5 different terms. كل هذول الأشياء لهم تأثير على قيمة KM ولهم تأثير على load distribution. شو هي terms اللي موجودة عندنا؟ هسه راح نبلش نطلع عليهم واحد واحد. طيب بس قبل ما نطلع على terms اللي عندنا بدنا ننتبه إنه هذه equation صحيحة ممكن نستخدمها بس في حالة توفر هذه الشروط. شو هي الشروط لاستخدام هذه equation؟ كمان مرة يعني هذه اللي هي conditions استخدموها لما طلعوا هذه الايكويشن. هسه هذه الايكويشن صحيحه من ضمن هذه الاشياء، اذا انت فعليا برا هذا الرينج ما بتقدرش تستخدم هذه الايكويشن على اساس ممكن تكون مش دقيقه. طيب شو هي الكونديشنز لاستخدام هذه الايكويشن؟ انه الفيس ويدث تقسيم الدايمتر تبع البنين اصغر او يساوي 2. الشرط الثاني الفيس ويدث اصغر او يساوي 4 انش. غير هيك gears mounted between two bearings، كما مرة كل واحد من two gears mounted ما بين two bearings، في bearing على يمينه bearing على شماله، وآخر إشي contact across the full width of the narrowest member. لما مثلا يكون عندي gear opinion واحد face width تبعه أكبر من الثاني لازم يكون عندنا contact على كامل face width للmember اللي عرضه أصغر. طيب إذا تحققت هذه الشروط ممكن نستخدم هاي equations. طيب الترمز اللي موجود جوا هاي الايكويشن، اول واحد CMC اللي هو الكوركشن فاكتور تبع الكراوننج وله قيمتين، اما واحد اذا كان عندنا نون كراون تيث او 0.8 اذا كان عندنا كراون تيث. طبيعي الديفولت اللي هو نون كراون. شو اللي مقصود بالكراوننج؟ حطيت لكم هنا صوره. فعليا احنا بنفترض انه السيرفس تبع التوث بهذا الاتجاه بيكون مستقيم. هسا فعليا عشان يتغلبوا او يعني عشان يقللوا من تاثير مشكله المس الاينمنت مرات بيساووا نوعا ما في شويه ميلان او كيرفتشر في هذا الاتجاه، فهذا بسموه كراوننج. فاذا كان عندنا كراوننج بتحسن الوضع ناخذ 0.8، اذا كان نون كراوند بنكون قيمه سي ام سي 1. طيب الفاكتور اللي بعد هيك بدخل في الايكويشن سي بي اف. فعليا هذا بيعتمد على الفيس ويدث، وببساطة هذا أهميته على أساس كل ما زاد الفيس ويدث بصير عندنا ماجنيفيكيشن أكبر للمس الاينمنت. تخيل مثلا لو هذا الخط بيمثل لنا الفيس تبع واحد من التوث، كما مرة احنا مفترضين يعني الكيس من غير كراوننج، فلو هذا بيمثل لنا سطح تبع واحد من الفيسز هذا بيمثل لنا سطح تبع الفيس الثاني. طيب إذا كانوا اثنين بيرفكتلي الايند بصير عندنا كونتاكت هيك ما في عندنا مشكلة. طيب بس إذا كان في عندنا مس الاينمنت لاحظ إنه فعليا كل ما كان الفيس ويدث أكبر بيزيد مقدار الجاب او الاوبننج ما بين اثنين. يعني لاحظ لما يكون عندي مثلا فيس ويدث قليل وصار عندي مس الاينمنت مثلا زي هنا، لو الفيس ويدث لحد هنا صار عندي مس الاينمنت فاكبر جاب موجوده هون، بينما لما يكون فيس ويدث عالي لاحظ على نفس الزاويه في عندي هنا اوبننج كبير ما بين التو سيرفيسز، فكل ما زاد الفيس ويدث بصير الوضع أسوأ مع وجود مس الاينمنت. فلهذا السبب في عندنا هذا كوركشن فاكتور. هذا كوركشن فاكتور نحسبه اما باستخدام هاي الايكويشن او هاي او هاي. الاولانيه اذا كان فيس ويدث اصغر من 1 انش، الثانيه من 1 انش لحد 17 انش، الثالثه من 17 انش لحد 40 انش. طيب الترمز الموجوده في الايكويشن فيس ويدث، طبيعي ناخذ الفيس ويدث الاصغر اذا كان في عندنا تنتين دائما هيك بنشتغل على
10 مضروب في ديامتر. كمان مرة هون ديامتر ممكن نكون نحكي على ديامتر تبع البنيان أو ديامتر تبع الجير عشان نكون كونسيرفتيف. هون دائما رح نستخدم ديامتر تبع البنيان. طيب إذا فيس ويدث تقسيم 10 في ديامتر تبع البنيان، هون ناقص كونستانت. هون كمان مرة بتكرر عنا الفيس ويدث، وهون برضو بتكرر عنا الفيس ويدث والفيس ويدث سكوير. طيب هسا لما نستخدم اي واحدة من هذول الثلاثة تعطينا قيمة سي بي اف. بس هون بدنا ننتبه لشرط، لما نحسب اول ترم اف على 10 دي اذا كانت قيمته اصغر من 0.05 مش راح ناخذ القيمة اللي حسبناها، بدالها راح نستخدم هنا 0.05. طيب نيجي للفاكتور اللي بعده اللي هو نسميه mounting position factor سي بي ام. طيب سي بي ام برضو له قيمتين، اما 1 او 1.1. امتى بناخذ 1؟ اذا كان التو جيرز اللي عندنا ستريدل ماونتد. كمان مره شو معنى ستريدل ماونتد؟ ستريدل ماونتد يعني ماونتد ما بين تو بيرنجز، هاي بيرنج هاي بيرنج، هاي الشاخ هاي الجير. الجير اللي بيكون ماونتد ما بين تو بيرنجز بنسميه ستريدل ماونتد او ستريدل ماونتنج. طيب اذا كان ماونتد لبرا هذا نسميه outboard. فإذا كان يعني هون البيرنج وحاطين الجير لبرا نسميه outboard mounting. إذا كان ما بين two bearings نسميه straddle mounting. طيب إذا كان straddle mounting مع S1 على S أصغر من 0.175 نأخذ واحد. إذا كان straddle mounted مع S1 على S أكبر من 0.175 نأخذ اثنين. شو هي S1 شو هي S؟ خلينا نطلع هون على الصورة. S اللي هي الفول سبان، المسافة من البيرنج الأول للبيرنج الثاني. S1 اللي هي المسافة من الميدل سبان لبوزيشن تبع الجير. فمنقسم S1 اللي هي هاي المسافة على S. إذا كانت أصغر من 0.175 نأخذها 1، إذا كانت أكبر نأخذها 1.1. لاحظ إذا كان في النص فعليا يعني هذا اللي هو الإشي الأوبتيمم بيكون 1. هسا فعليا يعني شو المشكلة كل ما بعد عن النص؟ فعليا الديفلكشن تبع الشافت. لاحظ لما يصير عندي ديفلكشن هنا في الشافت زي هيك، اذا كان الجير في النص فعليا ما صار عندنا مشكله، ما مال او ما تغيرت الزاويه تبعته. بس لاحظ لما الجير يكون هنا والشافت صار فيه ديفلكشن، الجير راح يميل شوي، فهذا راح يخلي لو ديستريبيوشن يصير نون يونيفورم زي ما احنا متخيلين. طيب الكوركشن فاكتور اللي بعد هيك اللي هو المانيفاكتشرنج اكوريسي فاكتور سي ام اي. CMA بنحسب إما باستخدام هذه الإكواشن F اللي هو الفيس ويث، و A و B و C هي عبارة عن constants. ممكن نطلع قيمها من تابل 14.9 على حسب الكواليتي تبع الجير يونت. الخيار الثاني بدلا نستخدم هذه الإكواشن ممكن نستخدم فيجر 14.11 ونطلع قيمة CMA بشكل سريع. طيب خلينا نطلع على بشكل سريع التابل والفيجر اللي عندنا اللي هو 14.9 و14.11. طيب تابل 14.9 هايو، فهي قيم A و B و C على حسب نوع الجيرنج، open gearing أو commercial أو whatever. طيب ممكن نختصر استخدام الإكواجن من خلال هذا الفيجر. هذا الفيجر على الـ X-axis الفيس ويدث بالإنش، وفي عمال 4 different curves بمثلونا 4 different conditions، إما open gearing أو commercially enclosed gear units أو extra precision أو whatever. طيب آخر فاكتور في الخمسة اللي بيدخلوا في load distribution correction factor هو الـ extra adjustment factor، إما 0.8 أو 1. 0.8 إذا صار عندنا adjustment للalignment خلال الانستوليشن من خلال إنهم يساووا adjustment للposition تبع الجير أو يساووا lapping للتو جيرز مع بعض من خلال إنهم يحطوا يعني lapping agent إشي بيكون زي الشحنة وفي abrasive particles وبيشغلوا الجيرز بحيث إنه يصير عندك تطابق ما بين الأسطح من خلال إنه النتوءات البارزة يتخلصوا منها خلال عملية lapping. فإذا ساووا lapping أو extra adjustment خلال الاسمبلي ناخذها 0.8. اذا ما سوى اي شيء من هذا الحكي ناخذ قيمه سي اي بتساوي 1. طيب بالنسبه لهذه القيمه كمان مره كم؟ هل راح يكون لها قيمه واحده ولا قيمتين؟ خليها قيمه واحده. يعني اذا كان في عندنا نون يونيفورم لود ديستريبيوشن هو نفسه بياثر على الجير هو نفسه بياثر على البنيان، فبالتالي اللود ديستريبيوشن فاكتور راح يكون له قيمه واحده بنستخدمها للجير ولا
طيب نيجي للفاكتور اللي بعد هيك اللي هو الريم ثيكنس فاكتور كي بي، هذا بيدخل في البندنج ستريس ايكويشن. طيب في الوضع معظم الحالات بيكون الجير مليان من هون، ما فيش عندنا هاي الفراغات او ما فيش عندنا ريم، ففي هاي الحاله تكون قيمته واحد. طيب اذا كان عندنا جير له ريم زي ما احنا شايفين هيك، هذا عاده بيستخدموه لما يكون الديامتر تبع الجير كبير، بدل ما يكون صالب مليان ماتيريال من هون وزنه كبير انرجي تبعه كبير، بيفرغوه على شكل ريم زي ما احنا شايفين. طيب اذا كان الثيكنس تبع الريم ما هوش كافي، هذا فعليا راح يرفع مقدار البندنج ستريس اللي موجود عندنا، فلهذا السبب راح يصير عندنا ريم ثيكنس كوركشن فاكتور له قيمه اكبر من واحد. كيف نطلع قيمه كي بي؟ من خلال فيجر 14 16. خلينا نطلع على فيجر 14 16 ونشوف. طيب نطلع من هذا الفيجر على الاكس اكسس ايش يسموه الباك اب ريشيو ام بي، هاي معرفينها يا الرسمه ام بي. الباك اب ريشيو بيحكي لنا الثيكنس تبع الريم تقسيم الهايت تبع التوث، فنقسم الثيكنس تبع الريم على الهايت تبع التوث. فعليا اذا كانت قيمتها 1.2 او اكبر لاحظ قيمه الفاكتور واحد، يعني هنا في عندنا باك اب او سبورت كويس، ما فيش عندنا حاجه للكوركشن فاكتور. اذا كانت اصغر من واحد وقتها بيكون عندنا قيمه الريم ثيكنس كوركشن فاكتور اكبر من واحد زي ما احنا شايفين. طيب الكوركشن فاكتور اللي عندنا بعد هيك اللي هو الهاردنس ريشيو كوركشن فاكتور سي اتش، هذا بيدخل في الكونتاكت سترينث ايكويشن ونستخدمه بس للجير. طيب شو هو الهاردنس ريشيو كوركشن فاكتور؟ ليش من دخله؟ طيب هسه فعليا في عندنا جير اوبينيون، زي ما احنا عارفين الجير اكبر عدد اسنانه اكثر، فبالتالي لما يصير عندنا المشنج فعليا الاسنان تبعت البينيون تتعرض للودنج سايكلز اكثر من عدد لودنج سايكلز تتعرض لها الاسنان تبع الجير، عشان كمان مره الجير عدد اسنانه كثير. طيب فلهذا السبب فعليا هذا راح يولد عندنا مشكله في البينيون، راح يصير في الفيلير اللي هو نتيجه الكونتاكت ستريس بشكل اسرع. فعشان يتجاوزوا هاي المشكله عاده بيحاولوا انهم يخلوا السيرفيس هاردنس لاسنان البينيون تكون اعلى من السيرفيس هاردنس لاسنان الجير، فبصير تاثير من اسنان البينيون على اسنان الجير عشان الهاردنس ريشيو او الهاردنس تبعتها اعلى. طيب فلهذا السبب لازم نحسب الهاردنس ريشيو كوركشن فاكتور ونستخدمه للجير. طيب شو قيمة الهاردنس ريشيو كوركشن فاكتور؟ قيمة الهاردنس ريشيو كوركشن فاكتور في عندنا 2 كيسز. إذا كان عندنا ثرو هاردند جير مع بينيون وقتها نستخدم فيجر 14 12، إذا كان عندنا سيرفس هاردند بينيون مع ثرو هاردند جير نستخدم فيجر ثاني اللي هو فيجر 14 13. طيب خلينا نطلع اول شيء على الفيجر الاولاني فيجر 14 12. هذا الفيجر بيعطينا قيمه سي اتش اللي هو الهارنس ريشيو كوركشن فاكتور، وقيمته تعتمد على اول شيء على الاكس اكسس اللي هو الجير ريشيو عدد اسنان الجير تقسيم عدد اسنان البنيان، وفي عندنا هون ديفرنت كيرفز بيمثلوا لنا الهاردنس ريشيو اللي هي الهاردنس او البرينل هاردنس تبع البنيان تقسيم البرينل هاردنس تبع الجير. زي ما حكينا البرينل هاردنس او الهيت تريتمنت تبع البنيان عاده بتكون اعلى عشان يتحمل العدد الاعلى من اللودنج سايكلز، فبنقسم هاي على هاي بيطلع معانا هاردنس ريشيو معينه، فبناء على الجير ريشيو والهاردنس ريشيو بنطلع قيمه الهاردنس ريشيو كوركشن فاكتور. طيب اذا طلعت معانا الهاردنس ريشيو اكبر من 1.7 او اصغر من 1.2، ففي هاي الحالة أصغر من 1.2 تقريبا ما فيش تأثير إلها، فبناخذ سي اتش بيساوي 1. إذا طلعت معنا الهاردنس ريشيو أكبر من 1.7 وقتها بنقدر نطلع من الفيجر بدنا نستخدم هاي الإيكويشن عشان نحسب قيمة الهاردنس ريشيو. طيب هذا بالنسبة لفيجر 14 12 اللي زي ما حكينا بنستخدمه لما يكون عندنا ثرو هاردند جير مع ثرو هاردند بينيون. إذا كان عندنا ثرو هاردند جير مع سيرفيس هاردند بينيون وقتها بنستخدم فيجر 14 13، بس هون بالنسبه للسيرفيس هاردند بينيون بيحكي لنا انه يكون الروكويل هاردنس تبعته 48 او
اكثر طبيعي. ما هون حكينا الراكول سي، الراكول سي هاردنس تبعته اكبر من 48، وقتها بنطلع سي اتش من فيجر 14-13 اللي هو موجود هنا. طيب عشان نطلع الهاردنس ريشيو سي اتش كمان مره، هاي على الواي اكسس، على الاكس اكسس في عنا البرين هاردنس للجير، وهذول الكيرفز بيمثلوا لنا سيرفس فينيش او سيرفس رافنس للسطح تبع اسنان البنيان. فحسب السيرفس رافنس تبع البنيان الهاردنس تبع الجير بنطلع قيمه الهاردنس ريشيو كوركشن فاكتور سي اتش، وزي ما حكينا هاي نستخدمها في الكونتاكت ستريس ايكويشن، نستخدمها بس للجير. طيب نيجي بعد هيك لستريس سايكل لايف فاكتورز اللي هو الكوركشن فاكتور اللي بيعتمد على عدد اللودينج سايكلز اللي عندنا. طيب هون في عندنا واي ان اللي هي تبعت البندنج، وفي عندنا زي ان اللي هي تبعت الكونتاكت. لاحظوا انه هون يعني من سي اتش وطالع احنا هسه بلشنا نحكي على التيرمز اللي موجوده في سترينث ايكويشن. طب هيك كنا نحكي على التيرمز كلها موجوده في ستريس ايكويشن سواء في البندنج ستريس او في الكونتاكت ستريس. من هنا وطالع صرنا نحكي على التيرمز اللي موجوده في سترينث ايكويشن. فاول شيء حكينا على الهاردنس ريشيو. طيب بعد هيك في عندنا لايف سايكل كوركشن. احنا من الاول حكينا بنروح بنطلع تو ماتيريال بروبرتيز اس تي واس سي، هذه اللي هي تنسايل فاتيك سترينث، هذه كومبرسيف فاتيك سترينث. زي ما حكينا هذول الثنتين طلعوهم على عدد سايكلز 10 و7. فاحنا اذا بدنا نساوي ديزاين لشيء يعيش 10 قوه او يعيش يعني 10 قوه 7 سايكلز يعني 10 ملايين سايكل، اوكي قيم اس تي واس سي اللي طلعناهم ناخذهم زي ما هم. بس اذا كان عدد السايكلز تبعتنا غير 10 قوه 7 اصغر او اكبر، فوقتها لازم نعدل قيم اس تي واس سي. كيف بنعدلهم؟ من خلال هاي القيم اللي هي واي ان وزي ان. طيب هسا خلينا نطلع كيف نطلع قيم y n و z n. فأول إشي بالنسبة ل y n في عنا فيجر 14-14، ل z n في عنا فيجر 14-15. من خلال هذول التو فيجرز بنطلع قيم life cycles correction factor. طيب هاي أول فيجر اللي هو 14-14، هذا بيعطينا قيمة correction factor y n اللي هو بنستخدمه مع bending strength أو مع s t. طيب لاحظ اول شيء هاي الواي ان على الواي اكسس عند 10 قوه 7 سايكلز، طبيعي على الاكس اكسس اللي هو النمبر اوف لودنج سايكلز. لاحظ عند 10 قوه 7 كم قيمته؟ قيمته 1. فزي ما حكينا بما انه هذول مبنيات على 10 قوه 7 سايكلز، اذا بدنا 10 قوه 7 قيمته 1، اذا بدنا اكثر من 10 قوه 7 راح تكون قيمته اصغر من 1، اذا بدنا اقل من 10 قوه 7 راح تكون قيمته اكبر من 1. طيب ففي عندنا هون ديفرنت كيرفز بالنسبه للقيم الصغيره اللي اقل من 10 قوه 7. هون فعليا صنف لنا اياهم حسب برين هارنس 400-250 و160 برين هارنس. بعد هيك نعطينا كيس كاربرايزد وفي عندنا النايترايد. طيب هسا القيم من هون وطالع فعليا بطل في فرق كبير ما بين حسب برين هارنس او حسب هل هو نايترايدد او كيس كاربرايز. ففعليا من هون وطالع كل الداتا محصوره ما بين هذول الخطين، الخط العلوي اللي هو نسميه الابر باوند والسفلي اللي هو اللور باوند، فكل الداتا محصوره ما بين هذول الخطين. طيب هسا عشان نستخدم هذا الفيجر كمان مره ممكن نستخدم الفيجر بشكل مباشر، يعني مثلا عدد السايكلز تطلع لحد ما تتقاطع مع الكيرف اللي انت مختاره، وبعد هيك بتطلع قيمة y n على ال y axis. بس لا هون في عنا مرسوم على log scale وهذا برضه log scale، فيعني صعب نتعامل معه من خلال الجراف. فهون مفروض انه نستخدم ال equations، كل خط معطينا ال equation تبعته، فيعني لاحظ انه كل خط من هذول الخطوط هاي موجودة ال equation تبعته. وبرضه هون بالنسبة ل upper bound curve و lower bound curve كيف نعوض في هاي الايكويشن؟ كمان مرة هاي الايكويشن تعطينا y n، الشيء الوحيد اللي محتاجين نعوضه اللي هو n، n عدد السايكلز. فيعني مثلا لو اخذنا n عدد السايكلز 10 قوة 8 عوضناه هنا تعطينا قيمة y n عند 10 قوة 8 سايكلز. طيب هنا شغلة مهمة ننتبه لها، في عندنا قيمتين upper bound و lower bound. هسا إذا مش محدد معانا أي واحدة نستخدمها دائما احنا بنكون conservative، ف
فهنا كيف بدنا نكون كونسرفاتيف؟ نشتغل على القيمة الأصغر. يعني لاحظ هاي قيمة y n إحنا نضربها مع st، فيعني نشتغل على أصغر قيمة ل st، فبدنا نصغر نشتغل على أصغر قيمة لل y n، فبنستخدم الخط التحتاني. هذا بنستخدمه باي ديفولت عشان نكون كونسرفاتيف. هسا إذا عندنا معلومات ثانية ممكن نشتغل على الخط الفوقاني. طيب 14 15، نفس الفكرة، هذاك كان بعطينا y n نستخدمها مع s t، هذا بعطينا z n نستخدمها مع s c، هذا تبع الكونتاكت سترينث. طيب كمان مرة، هنا ما في شيء يعني فروقات كبيرة ما بين الماتيريالز، ففي عندنا النيترايدد أي شيء ثاني على الخط هذا. طيب نفس الشيء هنا، 10 قوة 7 لاحظ بعطينا 1، بعد ال 10 قوة 7 القيمة اللي عندنا أصغر من 1، في عندنا lower bound في عندنا upper bound. عشان نكون كونسرفاتيف نشتغل على اللور باوند، ولاحظوا اللور باوند كيرف هيو هو فعليا المستمر لهون، فهي هي الايكويشن تبعت اللور باوند كيرف، هذه هي الايكويشن تبع الابر باوند كيرف، وهذا الجزء هاي الايكويشن تبعه للنايترايد. طيب بعد ما شفنا هذول تو كوركشن فاكتورز اللي هو لايف سايكل كوركشن فاكتورز، نيجي للكوركشن فاكتور اللي بعده تمبرتشر كوركشن فاكتور. طيب التمبرتشر بطبيعة الحال لها تأثير على تقريبا كل الماتيريال بروبرتيز. هل لها تأثير على الفاتيك سترينث سواء تنسايل أو كومبريشن؟ أكيد لها تأثير، بس فعليا يعني تأثير التمبرتشر على سترينث سواء ييلد أو تنسايل أو فاتيك بيصير على درجات الحرارة العالية، بما أنه بنحكي هون عن ستيل. ستيل فعليا يعني عشان تتغير البروبرتيز تبعته بدها تغير كبير في درجة الحرارة، فعشان نشوف تأثير لدرجة الحرارة فعليا هذا بنبلش نشوفه على درجات حرارة أعلى من 120 درجة. أوكي، أقل من 120 درجة تقريبا ما فيش تأثير لدرجة الحرارة على قيمة ST أو SC، فبالتالي KT بتساوي 1. لدرجات حرارة أعلى من 120 C اللي هي 250 فهرنهايت راح يكون في تأثير، وراح يكون في قيمة ل KT، بس فعليا في هذا الستاندرد اللي عندنا الأجماع ما كان عندهم معلومات كيف يطلعوا قيمة KT، فمبدئيا بحكي لنا هون استخدمها واحد في هذا الديزاين كود اللي عندنا. طيب يعني كده في تأثير، بس يعني لسه ما فيش عندهم إيكويشن مناسبة، فبحكي لنا استخدم KT يساوي 1. طيب بس فعليا يعني في الواقع احنا ما فيش عندنا مشكلة في درجات الحرارة تطلعش يعني بشكل كبير فوق 120. يعني مثلا لو تخيلت مثلا جير موجودة جوا جير بوكس تبع سيارة أو whatever، لاحظ إنه يعني دائما يكون مغمور في اللوبريكنت الزيت، وأصلاً اللوبريكنت بتحمل درجات حرارة أعلى من 120 درجة سلسيوس. فعادة يعني أي جير بوكس متوقع إنه ترتفع درجة حرارة اللوبريكنت أكثر من 120 بيكون له راديتر عشان يبردوه. فإذا بما إنه بيحافظ على درجة حرارة اللوبريكنت أقل من 120، فبالتالي الجير بلانكس الجير نفسها راح تكون درجة حرارتها أقل من 120، فبالتالي مش راح نحتاج إنه نستخدم KT اللي هو temperature correction factor. طيب نيجي بعد هيك على correction factor الأخير اللي بدخل في الequations تبعت contact stresses، أمثلاً اللي بدخل في الequations تبعت strength. طيب reliability correction factor فعلياً بدخل في bending strength equation وبرضه في contact strength equation، نفس الشيء بالنسبة للي قبله اللي هو KR. KT. طيب KR reliability factor. ST و SC زي ما حكينا هاي القيم معطينا إياها على 0.99% في reliability. إذا بدنا نعتمد نفس reliability فقيمة reliability correction factor راح تكون 1. إذا بدنا reliability مختلفة سواء أقل من 99% أو أكثر من 99% وقتها راح يكون في عنا قيمة لل KR ممكن تكون أكبر من 1 أو أصغر من 1. قيمة KR ممكن نحسبها من خلال واحدة من هذول التو equations. هذه إذا بين الريلايبيتي أصغر من 99 من النص لحد 99، إذا بين الريلايبيتي أكبر من 99 0.99 لحد 0.999 نستخدم هذه الإيكويشن. طيب فإذا ممكن نحسبها من خلال الإيكويشن. إذا بدنا قيم سريعة فعليا في عندنا برضو تيبل ممكن يعطينا قيمة KR بشكل مباشر لبعض قيم الريلايبيتي. تيبل عندنا اللي هو 14 10 14 10، هذا هو. طيب هاي الريلايبيتي كوركشن فاكتور KR لاحظ على 99 1، قيم اصغر من 99 صار اصغر من 1، قيم اكبر من 99 صار اكبر من 1. طيب هنا عشان ما يصيرش عندنا خربطه فعليا كانه تاثير الريلايبيتي معكوس، احنا كل نحكي دائما انه كل ما بدنا الريلايبيتي اكبر فعليا الماتيريال سترينث او الماتيريال بروبرتي راح تكون اقل،
بس بدنا ننتبه انه في الايكويشنز اللي عندنا هون اصلا الريلابيلتي كوركشن فاكتور موجود في المقام، فبانه موجود في المقام لما بدك الريلابيلتي عاليه بتكون قيمته اكبر من واحد، فيعني فعليا الهابل بيقل او سترينث بيقل، فاذا يعني فعليا صحيح ما في عندنا مشكله. طيب هيك خلصنا من الكوركشن فاكتورز. كمان مره كل هذه كوركشن فاكتورز من الهاردنس ريشيو لحد هنا كلها بتدخل في strength equations. reliability, temperature طبيعي هاي نفسها للجير والبنيان. CH زي ما حكينا نستخدمها بس للجير. وبالنسبة للlife cycles correction factor سواء YN وZN هذولا بدنا ننتبه انه راح يكون في عنا قيمة للجير قيمة للبنيان عشان عدد loading cycles بتعرض لها أسنان الجير مختلف عن عدد loading cycles لأسنان البنيان. إذن YN إلها قيمتين قيمة للجير قيمة للبين، برضو زي ان إلها قيمتين قيمة للجير قيمة للبين. طيب آخر شيء اللي هو الفاكتورز اوف سيفتي. طيب فاكتور سيفتي هي عنا اس اف اللي هو الفاكتور اوف سيفتي تبع البندنج، اس اتش اللي هو الفاكتور اوف سيفتي تبع الكونتاكت او الوير. شو بكل الفاكتور اوف سيفتي كمان مرة احنا في عنا تو تيرمز او يعني كلمتين نستخدمها two terms. في عنا شيء design factor في عنا factor safety. design factor نستخدمه في مرحلة design إما بنأخذ design factor نضربه في stress أو في load، أو إحنا هنا فعليا أخذنا design factor وقسمنا strength على design factor وهي نفس النتيجة. طيب هذا خلال مرحلة design. خلال analysis أو assessment نحسب إشي نسميه factor safety اللي هو كنا نسميه design factor في البداية. طيب فالفاكتور سيفتي كان عندنا اثنين SF و SH زي ما حكينا، SF تبع البندنج SH تبع الوير او الكونتاكت. طيب SF اللي هو البندنج فاكتور سيفتي ببساطة الفاكتور سيفتي دائما سترينث على ستريس، فاذا البندنج سترينث بس fully corrected مع كل الكوركشن فاكتور سبعته اللي هي YN KT KR، وبرضه بالنسبة للبندنج ستريس سيجما مع كل الكوركشن فاكتور اللي داخل في الإكويشن، فإذا fully corrected bending strength على fully corrected bending stress هذا بعطينا SF اللي هو الفاكتور سيفتي تبع البندنج. وأكيد راح نحسب قيمة للجير وقيمة للبنيان. طيب SH اللي هو Contact Stress Factor of Safety برضو Fully Corrected Contact Strength على Fully Corrected Contact Stress. في عنا هنا CH اللي نستخدمها Strength Equation زي ما حكينا هذه نستخدمها بس للجير. وبشكل عام راح نحسب قيمتين لـ SH، قيمة SH للبنيان قيمة SH للجير. طيب هذول المحصلة لما يكون عندنا Gear Unit إذا كم Factor of safety حكينا اللي هي two members gear opinion، فإذا بالنسبة للbending SF حسبنا قيمتين قيمة للgear gear قيمة للopinion، بالنسبة للSH حسبنا برضو قيمتين قيمة للgear قيمة للopinion، ففي عنا أربعة قيم للfactor of safety. إحنا دائما نحكي لما يكون عنا أكثر قيمة للfactor of safety بنقارنهم وبنأخذ الأصغر منهم. طيب آخر شيء بدنا ننتبه له هون لما بدنا نقارن فعليا ما بصير نقارن بشكل مباشر ما بين SF وSH، فعليا SF بنقارنها مع SH squared هذا لما يكون عندنا linear helical gears اللي هو الوضع الطبيعي، أو مع SH cubed إذا كان ground. ليش هنا SH squared؟ إذا بنرجع للإكواشن تبعت contact stress لاحظنا أصلا موجودة تحت الروت أوكي؟ اللي هي جاي من هيرتز إكواشن. إذا كان عندنا spherical contact فعليا بيكون الجذر الثالث، فعشان هيك نقارن مع SH cubed. فإذا SF تتقارن مع SH squared في الوضع الطبيعي في معظم الأحيان، مرات مع SH cubed إذا كان عندنا spherical contact اللي هي crown teeth. طيب إذا هيك بنكون خلصنا من الإكواشنز وشفنا كل الفاكتورز تبعهم. المحاضرة الجاية رح نرجع نلخص هذا الموضوع ونشوف الشارت اللي موجود عندنا في الكتاب بيلخص لنا كل هذه الإكواشنز كل هذه correction factors اللي موجودة عندنا.